بما معنى هي طموحة وضغوطات الحياة كثيرة والأشياء اللي هي تبغى تسويها كثيرة وما ياسة تنجز، فتخاف إنها ما تنجز وتخاف إنها ما توصل، والضغوطات مخيفة يعني. عادي كلنا شي، لكن إذا أنا بحط في خاطري إن الضغوطات هذه ما بقدر أسويها، ما بتقدرين تسوينها، تقدرين تسوينها لأن التنظيم يساعد، ترتيب الأولويات يساعد. أي مهم، أي شيء مهم، هذا واحد. والأهم هذه الأشياء المهمة هاي اللي كل وحدة كل فيها كل بند فيها أصنفها أنظمها أشتغل عليها. مثلا أنا أشتغل على البند الأول، الأولوية الأولى من الساعة كذا للساعة كذا أغطيها، فهي يبالها شوية تنظيم، على شوية ترتيب، على شوية تفكير، تمام، وكثير من التوكل على الله، كثير من ان رب العالمين لا يضيع اجر من احسن عمله. يعني لازم هذه انت تقتنعين فيها اقتناع ان رب العالمين دائما معاك ودائما لكل مجتهد نصيب، وما في شيء يضيع عند رب العالمين، وانت على نياتكم ترزقون. فهذه كلها تساعدك في انك تتخطين، يبالك ايمان قوي بالله سبحانه وتعالى، وان شاء الله انت كذلك.